بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. معكم سرية. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة مراحل الطريق الروحي الجزء 7، لقاء العيد. إحنا في السنة الخامسة الروحية بعد الثانوية العامة روحية، وعلشان نعرف إحنا ماشيين إزاي والترتيب إيه من هنا، تعالوا نشوف الأعياد الرئيسية في العهد القديم. الأعياد حددها ربنا بنفسه، ويوم العيد هو يوم اللقاء، هو لقاء إلهي بين الله وشعبه. كلمة أعياد هي في الحقيقة مواسم أو مواعيد للمقابلة بين الله وشعبه. وأنا أجتمع بك هناك، بس أجتمع بك هنا للمفرد. معنى كلمة عيد في العبرية الفرح أو البهجة، هي محافل مقدسة نسبها ربنا لنفسه، تعيدونه عيدا للرب. هذه مواسم الرب، ولتكون أيام فرح وعبادة لتذكر مراحم الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد. تشرح الأعياد أحداث خلاصية لخطة قصد الله قبل تأسيس العالم، وتشير لشخص المسيح وعمله الفريد من نوعه، من الميلاد حتى الصليب والقيامة والصعود وتأسيس الكنيسة والحياة الأبدية. والعيد مؤسس على وجود مذبح وتقدمات وعبادة، والعناصر الرئيسية ذبيحة وتسابيح وقراءات. عددهم 7 أعياد رئيسية، أولهم الفصح والأخير المظل. بتنقسم الأعياد اليهودية لمجموعتين من أول السنة الدينية. المجموعة الأولى أعياد الربيع، وأولهم عيد الفصح يوم 14 نيسان، وعيد الفطير من يوم 15 ل 21، وعيد الباكورة يوم 16. عيد الخمسين أو عيد الأسابيع أو البنطقوسي بعد 7 أسابيع من الفصح أو اليوم 50 منه، السادس من شهر سيوان. المجموعة الثانية من الأعياد تبدأ بعيد رأس السنة المدنية، لكن هو أول الشهر السابع في السنة الدينية. عيد الأبواق أو الهتاف في 1 تشري أو تسري، عيد الكفارة يوم 10 من نفس الشهر، وعيد المظال من يوم 15 ليوم 21 ومدته 7 أيام. ثم تامن يوم العيد يمثل الأبدية. الثلاثة الأولى بتيجي متتالية في الشهر الأول من السنة الدينية، والثلاثة الأخيرة بتأتي متتابعة في الشهر السابع من السنة الدينية، وبيجي عيد الأسابيع في وسط هذه الأعياد. في أعياد تانية تم إضافتها بس أضيفت تاريخيا، عيد التجديد أو تدشين الهيكل أو الشموع، وعيد تاني اسمه عيد الفوريم. السنة هي حياة الإنسان على الأرض، تبدأ بقبول المسيح المخلص في حياته، وتستمر الحياة معه حتى وصولك الأبدية وإنت على الأرض. بدليل اليوم الثامن بعد عيد المظال اللي بيمثل الأبدية موجود في الشهر السابع من السنة الدينية، لكن لسه مازال 7 شهور أخرى، يعني بستمر في حياة الأبدية وأنا لسه على الأرض. حتى الوصول إلى الأبدية في آخر العمر متحد بالملك السماوي، وهو هدف حياتي ووجودي. تعالوا نشوف المجموعة الأولى من الأعياد اللي بتمثل عمل المسيح على الأرض حتى تأسيس الكنيسة يوم 50، أول عيد، عيد الفصح. الفصح يعني العبور، بيمثل ذبيحة الصليب. لكن العجيب إن الشهر اللي بتبدأ به السنة الجديدة مش بيبدأ بالفصح مباشرة، لكن الفصح في اليوم 14 من هذا الشهر الأول. كأن حياة المسيح على الأرض تمثلها دورة القمر اللي بدأ هلال يبزغ في وسط ظلمة الليل الدامس، ويكبر شوية شوية لحد ما يكتمل بدر مضيء بعد دورة تستغرق 14 يوم، فيقدم ذبيحة للفصح لأنه جاي ينور ظلام العالم وياخدنا ويعبر بينا من الأرض للسماء. إذا كان بدم الخروف على أبواب بيوت العبرانيين في أرض مصر في وقت ضربة الأبكار تمت نجاتهم من الهلاك، إذن فإنه بدم المسيح كان الخلاص الأبدي،
لكل من يؤمن به، لكل من يؤمن به. ودي ذبيحة الصليب اللي تمت في نفس يوم الفصح بحسب الترتيب الإلهي المحكم. الرب نفسه هو اللي رسم نظام ذبيحة الفصح بكل دقة وعناية، لكي تكون رمز وإشارة ونبوة مصورة بحب عجيب لما تم في ملء الزمان من ذبح الحمل الإلهي وسفك دمه كفارة وخلاص لكل من يؤمن به، وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات في كولوسي الأولى. وألاحظ الابن البكر بيمثل العيلة كلها، لذلك ففداء أبكار بني إسرائيل في وقت ضربة الأبكار كان رمز لفداء الأمة كلها بفضل مراحم ربنا ونعمته المجانية عليهم. وأخد بالي ده مش عن استحقاق. نشكر الله من أجل دم العهد اللي به صارت لنا البركات الثمينة، وهقول البركات وقدامكم الشواهد مكتوبة. دمه يغفر خطايانا، دمه يحضر البعيدين عن الله ويقربهم، بدمه لنا فداء أبدي، دمه يبررنا، دمه يطهر ضميرنا لخدمة الله الحي، دمه يقدسنا، دمه يثبتنا في المسيح والمسيح فينا، دمه يحمل الشهادة، يحمل الشهادة على الأرض مع الروح والماء، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والمية والدم، والثلاثة هم في الواحد. دمه بيدي حياة أبدية للذين يقبلونه، دمه اشترانا واقتنينا، بدمه ندخل إلى قدس الأقداس، بدمه نغلب الشيطان. الفداء تم بدمه الكريم ودمه كفارة. دمه يكملنا في العمل الصالح لنصنع مشيئته. إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته. بدمه المصالحة وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم في السماوات. بهذا الدم الغالي الثمين اشترانا. قيمتك في هذا الدم الثمين، قيمتك مش في نفسك. بنعبر للسماوات على حساب هذا الدم الغالي، احنا اعضاء جسد المسيح. بالحب ايضا يصعد بالانسان الى السماء المفتوحة بغلبة الصليب. العيد الثاني عيد الفطر هو عيد التوبة، اليوم 15 من شهر نيسان، وهو تاني يوم الفصح مباشرة. في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر مساء تأكلون فطير إلى اليوم 21 من الشهر مساء، 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم. بيستمر العيد 7 أيام، فهذا إشارة إن كنيسة المسيح اللي أسسها وهي كنيسة طهرة، فالخمير يشير للشهر، ويشير أيضا لأن كل من آمن بالمسيح عليه أن يحيا في البر وينفصل عن الشر والخبث. رقم 7 لما 7 أيام كمال استمرار الحياة بعيدا ومنفصلا عن الشر. في المعمودية بنسمع أبونا بيقول: يا من فتش أورشليم بسراج لا تدع روحا غريبا يختبئ فيهم، عشان يبقوا فطير بلا خميرة أي بلا شر. المسيح بعد الصليب مباشرة فتح الجحيم أخذا أرواح المؤمنين اللي عاشوا في طهارة وانفصلوا عن الشر وماتوا قبل الفداء، ونقلهم للفردوس، وهو عندنا سبت النور. ولما أضاء نور المسيح المكان هرب الظلام قدامه. ثالث عيد، تعالوا نشوف عيد الباكورة، وهو اليوم 16 من الشهر الأول، تاني يوم من عيد الفطير، لأن عيد الفطير 7 أيام، وتالت يوم الفصح. كان عليهم أن يأخذوا حزمة من المحصول قبل أن يحصدوه، ويأتوا بها للكاهن ليرددها أمام الرب حتى يكونوا مبكرين دائما في إكرام الرب وفي عمل الخير. إن حزمة الشعير التي كانت تقدم تشير إلى ربنا يسوع المسيح القائم من الأموات في اليوم الثالث.
كانت هذه الحزمة هي باكورة الحصاد، والمسيح القائم من بين الأموات هو باكورة الراقدين الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. أما المسيح داخلا إلى السماء كباكورة ثمار للطبيعة البشرية المفتدى بالصليب. العيد الرابع عيد الخمسين، أي في اليوم الخمسين من الفصح الحصاد الشعير، والخمسين تعني باليونانية البنتكوستي، تمثل عيد حلول الروح القدس على الكنيسة يوم الخمسين، وتأسيس الكنيسة كان يوم حلول الروح القدس. واتكلمنا بالتفصيل عن القيامة والصعود حتى عيد حلول الروح القدس على الكنيسة ليؤسسها، اللي بدأت بعزة بطرس اللي آمن فيها 3000 نفس وبدأ الحصاد. لما ماتت حبة الحنطة وقامت وبدأت تأتي بالثمر الكتير، كان بالنسبة لليهود غاية هذا العيد هو تقديم الشكر لربنا بمناسبة حصاد القمح، وإحنا علينا نشكر ربنا على الفداء الممثل في كل الأعياد الأربعة السابقة. بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أؤمن به في العالم، رفع في المجد. المجموعة الثانية من الأعياد بتمثل حياة الكنيسة على الأرض وإجهادها وغربتها حتى تنعم بالراحة في السماء. هي بتبدأ بعيد الهتاف، إعلان إن المسيح غلب وجلس عن يمين الآب في السماوات وأرسل للكنيسة الروح القدس وبدأ دور الكنيسة. الهتاف هو إنذار لكل فرد أن يقدم توبة ويرجع نفسه. اهتفوا، اسقطوا أسوار أريحة، اسقطوا كل كبرياء وأنانية جواكم، طهروا نقوا جواكم. الهتاف هو إنذار لكل فرد في الكنيسة أن يجاهد ضد كل عبودية جواه وينمو في حياته للاتحاد بالملك المسيح. الهتاف لكي تلبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. اهتفوا، اعلنوا السلام، سلام المسيح جوه القلوب، ما فيش زيه سلام، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. اهتفوا بالتسابيح، اعلنوا الحياة، ارفضوا الموت، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. اهتفوا، سبحوا، رشوا الدم على الأبواب، احنا ميراث الرب ولا يرثنا آخر. اهتفوا، اعلنوا بنغمات الغلبة والانتصار، اعبروا للسماويات، اعبروا بثقة لعرش النعمة للأمجاد السماوية، فإنه ذمن لهذا العبور. عيد الهتاف أو الأبواق هو بداية الشهر السابع من السنة الدينية، كانوا بيحتفلون به بالهتاف في الأبواق من الصبح للغروب، والبوق يستعمل في الإنذار أو الدعوة للحرب أو إعلان الانتصارات، ومن يسمع يبدأ حياة جديدة رمزها سنة جديدة، سنة للعبور للسماويات للمجد في المسيح يسوع. فاتت عيد يوم الكفارة، هو يوم الكفارة عظيم، هو اليوم الوحيد على مدار السنة اللي يدخل فيه رئيس الكهنة القدس الأقداس، هو يوم الصوم والتذلل بدموع للعبور للسماء، اليوم اللي يشير للصليب لينا والتطهير بدم الحمل. وهكذا ينبغي أن نحيا في جهاد ونصلب أهواءنا مع شهواتنا، نصلب ذاتنا ندفنها لكي يحيا المسيح فيا وأدوب أنا في ربنا، وتدخل للأقداس الإلهية تنعم بمعاينة المجد الإلهي والاتحاد به. هو يوم دخول المسيح يسوع ربنا رئيس الكهنة الأعظم اللي دخل بينا إلى مقدسه السماوي قدس الأقداس الحقيقي ونزع العداوة بين السماء والأرض وصالحنا مع أبيه القدوس. إنه بدم نفسه دخل مرة واحدة للأقداس فوجد فداء أبديا. يا جماعة إحنا فيه، إحنا جسده. كلمة كفارة في العبرية يعني تغطية أو ستر. إذن في هذا اليوم تغفر الخطايا ويستر على الإنسان بالدم الثمين،
هو يوم التكفير الكامل عن خطية الإنسان في ملء الزمان. جاء المسيح ليبطل الخطية بذبيحة نفسه، ولكي يصبح المؤمنون مقدسون بتقديم جسد يسوع مرة واحدة، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح اللي قدمه الله كفارة بالإيمان بدم. إن كفارة المسيح هي للخليقة كلها، لكن هنا هو يوم التكفير لكل واحد بصفة شخصية، وإن دم المسيح يغطيه ويستره ويبطل خطيته ويقدسه ويدشن هيكله بدم القدوس، يسمح له بالدخول لعرش النعمة في المسيح يسوع. هو يغطيه لكي يحفظه، لأن العرش فيه وقائد نارية. عايزة ألخص وأقول، الإنسان اللي اتعمد ومشي مع ربنا وكبر معاه والمسيح كبر فيه من يوم ولادة المسيح فيه، وينمو ويعيش المسيح ويتصلب معاه ويدفن معاه ويقوم معاه ويحل عليه الروح القدس يوم الخمسين، الهيكل اللي جوايا اكتمل بناءه وتقدس بدم الحمل، ونفسي أطاعت وتنقت وبدم العهد الأبدي كمني في كل عمل صالح لأصنع مشيئته، وبدم الحمل يغطينا ولينا ثقة للعبور للأمجاد. بعيش المعمودية في حياتي بصفة مستمرة، والتوبة الإيجابية والنمو بصفة مستمرة. هقولها تاني، هو اليوم اللي يشير للصليب ليا والتطهير بدم الحمل بصفة شخصية، وهكذا ينبغي أن نحيا في جهاد ونصلب أهواءنا مع شهواتنا، نصلب ذاتنا وندفنها لكي يحيا المسيح فيا وأدوب أنا في ربنا، وتدخل الأقداس الإلهية من بين الكروبيم، من بين الكروبيم تنعم بمعينة المجد الإلهي. الكروبيم يضعون أمامنا الطريق لكي نحيا السماوات ونعبر ليها، ألا وهو معرفة الله، المعرفة اللي تجعلنا نكتشف محبته فلا نتذمر عليه ولا نعترض على أحكامه، يعني الطاعة، ونتبع مشيئته. أيضا في سجودهم يشرحوا لنا أن الانصحاف والخشوع وخضوع الجسد بكل حواسه أمام الله هو الطريق للفرح الحقيقي اللي علمته التسبيح في هيكلك المقدس المدشن والمخصص ليه، وأيضا تكريس كل طاقتنا لخدمة الله وأولاده. تكريس في الآخر كل طاقتنا لخدمة ربنا والخدمة أولاده. على رؤوس المخلوقات الحية في سفر حزقيال شبه مقبب على شكل قبة كمنظر البلور الهائل منتشر على رؤوسها من فوق. صلاتك بكل طاقتك، جسدك ونفسك وروحك تتحول في حياتك لشبه قبة سماوية تظللك. أما كون المقبب له منظر كالبلور الهائل المنتشر، ذلك لأن طبيعة البلور يعكس المنظر اللي أمامه في داخله كأنه مرآة. هكذا ينعكس في داخل المؤمن منظر الرب المحمول فوق المقبب، بمعنى أن النفس وقد صارت سماء للرب ومقدسا له، إنما صارت كالبلورة الذي يحمل صورته ويعكس سماته فيها، يحمل صورته ويعكس سماته وصفاته فيها. بيقول القديس يوحنا السابع، هوذا السماء داخلك إن كنت طاهرا والملائكة فيها تنظرهم مشرقين، مملكة طاهر النفس داخل قلبه. الشمس اللي تشرق فيها هي نور الثالوث القدوس، هواء نسمها هو الروح القدس المعزي، السكان معهم هم طبائع الأطهار الروحانية، حياتهم وفرحهم وبهجتهم هو المسيح ضياء القلب. يبقى اللي عايزة أقوله، بهتافك وتسبيحك وصلاتك وسجودك بكل الكيان يصنع فوقك قبة يحل عليها إلهنا القدوس بمجده بنوره وناره، وإنت تصبح تحت هذا السلطان الإلهي. بكده تنعكس إشعاعات الجالس على العرش شمس البر على البحر البلوري قبتك أو سمك، فتظهر ألوان الطيف واضحة على كيانك الحي، أي تظهر مواهب الله وعطاياه المتعددة والمتنوعة في حياة المؤمنين. عايز أقول صلاتك بتعمل سحابة مجد يجي ربنا يجلس عليها ويجد فيك عليها مستقر العرشه، عرش رحمة. التسبيح الخارج من فمك ومن أنهار الماء الحي اللي بتجري من بطنكم بتكون 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 بالتسبيح سحابة مجد الرب المجد.
الصلاة هي قوة روحية جبارة وهبها ربنا للإنسان، بها يستطيع أن يفتح السماء. صلاة حرة من قلب نقي وروح مستقيم وجسد ساجد. الهتاف والتسبيح هو صدى صوت حياة المسيحي في عبوره من الأرض للسماء. افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. علشان كده بيجي عيد الكفارة قبل عيد المظال، وبينا يلا بينا على عيد المجد. عيد المظال، عيد المظال بيقضوا فيه 7 أيام في مظال، هو الشير لغربتنا في رحلة هذه الحياة على الأرض، إعلان ثقتنا في العناية الإلهية والاشتياق لعلاقة شخصية تامة بلا نهاية مع هذا الإله العظيم والارتفاع مع أهل المجد. هو عيد مفرح بهيج، فمن يزرع بالدموع يوم الكفارة يحصد بالابتهاج، ومن يتذلل أمام الله ويحيا في غربة هذا العالم يحيا الفرح ويستمتع بالراحة في ظل القدير. هو عربون أفراح عظيمة وأبدية. اليوم الثامن رقم 8 يشير للأبدية. عيد المظال سموه عيد السلام وعيد البهجة وعيد إيه؟ عيد التابوت. هو يبدأ في يوم 15 من شهر تشرين حوالي أول أكتوبر، مدته 7 أيام بعد عيد يوم الغفران الكفار. وكان هذا العيد في الأصل عيد زراعي للحصاد، يعني كان اللون الأخضر بيغطي البيوت والجبال. عيد المظال يرمز للحرية الأبدية، يخرجوا من بيوتهم يسكنوا في مظال مغطى بفروع الأشجار وأشجار الزيتون. في العيد ده بيصلوا المزمور 24، فيتحدث عن الملك الممجد الذي يقف عند سكن، الذي لا يقف عند سكن شعبه معه في بيته بس أو سكنه وسطيهم وبس، لكن بيدخل بيهم كموكبه المقدس الغالب خلال أبواب السماء المفتوحة، يصعد بيهم إلى أمجاده الأبدية السماوية لينعموا بحضن الآب. هو مزمور تسبيحة السماء المفتوحة لاستقبالنا. العيد ده إشارة لحلول الله الدائم وسطيهم، واللون الأخضر يشير للروح القدس اللي مغطيهم وساتر عليهم قدام مجد الله. عشان كده بتلاقيني بكتب لك باللون الأصفر لون النور، محوط بالأخضر لون الحياة الروح القدس. سكنهم في الخيام أو المظال المغطاة بفروع الأشجار الخضراء خارج منازلهم، إشارة أنهم مش عايشين في الأرض، هم عايشين في السماء مع أنهم لسه على الأرض لكن في أحضان الروح القدس. هم في السماء في الحضور الإلهي المستمر وفي ظل القدير يبيت مستور ومتغطي بالروح القدس، يعني اللون الأخضر وهو لون الحياة. هو موجود في العرش، لما بيصلي بيصلي قدام العرش متحد بالحمل المذبوح ومغطى بالروح القدس. وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد أمين. أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتداء. بنتكلم عن حالة روحية ولا يمنع الكهنوت الخاص. فلتستقم صلاتك البخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية أمامك. يا جماعة، كل يوم بشوف فيه المسيح هو يوم العيد الحقيقي، يوم اللقاء الحقيقي، لقاء العيد. إذا عرفنا المسيح فهمناه وأدركناه، هنا الحكمة. لما بشوفه بثقة ويقين، وهنا الإعلان، ويوم الإعلان هو يوم اللقاء، هو يوم العيد. وبحبه، أيوة بحبه للشخص مش لأعماله، هنا المحبة. إذا عرفنا المسيح فهمناه وأدركناه، هنا الحكمة، ورأس الحكمة مخافة الله، وهنا معرفة الله. الله نور، ولو روحي مستقيم زي شعاع النور هتحب بالنور. إذا شفته بثقة ويقين، هنا الإعلان، ويوم الإعلان هو يوم اللقاء، هو يوم العيد، وفي 7 إعلانات. وبحبه لشخص، بحبه لشخصه مش لأعماله، والروح القدس يثمر فيا، هنا المحبة. بعدها هنتملي حكمة وراحة ومحبة وفرح وسلام مهما كانت الظروف حوالينا على الأرض، ومن هنا أقدمه للآخرين وأعلن ليهم غنى مجد ميراثه في القديسين. الروح القدس هو الوسيلة التي نرى بها الله، يأخذ مما عند الآب من معرفة وحق،
ويتكلم بيها لينا، ياخد ما هو مكتوب في الكلمة المقدسة ويعلنه لينا بروح الإعلان. الروح القدس هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يأخذنا في رحلة رائعة مبهرة إلى أعماق الله، نرى الله ونسمع من القدير، وهو يعرفنا عن نفسه بنفسه باللي بيسمح بيه وبقدر احتمالنا. الروح القدس يريد أن يحملنا لنرتفع بالقلب والروح في كيان واحد إلى لقاء الله والاتحاد به. الروح القدس هو شخص الله نفسه، كأنه سفينة الفضاء الإلهية اللي بتبحر بينا إلى أعماق الله الحي. تعالوا نراجع حتة مهمة جدا ونتعرف أكتر على الله ببساطة، وفيها جزء مهم. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد. الله لم يراه أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. الله روح، هو ليس مادة أو أي شيء. في الكتاب المقدس بنتحدث عن يد الله، عيني الله، أذن الله، هي تعبيرات مجازية تعبر عن أنه قادر ويسمع ويرى. الله روح، أنا أعرفه بالروح، أسجد له بالروح، أسبحه بالروح، أمجده بالروح، ألتقي به وأشوفه بالروح. الإنسان كائن يجمع بين المادة والروح، هو مخلوق لكنه مخلوق أبدي لأنه جواه روح أبدي. الحاجة الثانية المهمة، الله شخص، يعني ليه فكر وليه مشاعر وليه إرادة. الله شخص يعني ليه ذات، يعني ليه فكر خلاق مبدع، ليه مشاعر وأحاسيس بيشعر بالفرح والحزن، وليه إرادة حرة. وأنا كإنسان خلقني على صورته ومثاله، أملك القدرة على التفكير والشعور واتخاذ القرار. وكون الله شخص يعطي لحياتنا إحنا معنى وهدف وقيمة. مع الفارق، أنا محدود والابن الله غير محدود، ولكن أن أستطيع أن أكون معه علاقة. أنا بدون الله ماليش هدف ولا قيمة ولا معنى، وقراراتي مشوشة. الله هو الطريق والحق والحياة، وأنا من غيره دايما حاسس إني تايه، عايش في الباطل، بلف وادور وارجع لنفس النقطة. من غيره ميت، مفيش حياة تفرحني وتريحني، مفيش شبع ولا ارتواء ولا سلام مهما كنت غني أو مهما كان مستواك الاجتماعي. إدانا ربنا نعمة هي أن أستطيع أن أكون معه علاقة شخصية، لأننا مخلوقين على صورته بذات وشخصية. نكون علاقة شخصية معاها على مستوى الفكر، نعرف أفكاره وطرقه. على مستوى المشاعر، نتعرف على مشاعره، ما يحزنه وما يسره. أيضا على مستوى الإرادة، تلتقي إرادتنا مع إرادة الله لنصنع ما يراه هو، يعني أصنع مشيئته. والروح تتحد بالروح القدس، الروح يرشدني ويعلمني إزاي أصنع مشيئته. الآب يحب الابن ويريه جميع ما يعمله، الابن يعمل ما ينظر الآب يعمل بحسب مشيئة الاب. تالي الحاجة، ربنا واحد مثلث الأقانيم، اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. الله واحد في الجوهر ذو ثلاثة أقانيم بغير انفصال ولا امتزاج ولا تغيير. وشخص الله نجده إنه لا نهاية له وغير محدود. وحدانية ربنا وحدانية مطلقة، التمييز بين الأقانيم في الدور أو العمل وليس في الصفات. عقيدة الثالوث القدوس عن القديس باسيليوس الكبير، عقيدة الثالوث هي إعلان إلهي يحمل عطايا للإنسان بمقتضاها يستطيع هذا الإنسان أن يقبل علاقة حية مع الله. الآب بالنسبة للإنسان هو الأصل ومصدر الوجود، هو خلق الوجود من العدم. الابن وحيد الجنس المولود من الاب هو الصورة الحية، فبدونه ما كان الإنسان عرف شيء عن الاب. فإن كلمة الله هو الابن، والابن هو كلمة الله وحكمته. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. الابن هو كلمة ربنا وحكمته. كذلك الروح القدس المنبثق من الله الاب، القديس باسيليوس بيقول الروح القدس هو نبع القداسة، هو مصدر القداسة للإنسان، هو مصدر القوة اللي بتمنحه حياة والنعمة اللي تقوده للكمال والمعرفة. أجمل عطية هي نعمة التبني، وطبعا الإنسان ينال هذا التبني بحسب النعمة.
وليس كالكلمة كالأقنوم الثاني الذي هو بحسب الطبيعة. كل هذه العطايا هي للإنسان والخلاص الإنسان والمكانته المتميزة في قلب الله. الآب يعمل بالابن في الروح القدس إننا أمام الوحدة والتنوع. القديس نيسيوتوس قال إن جوهر الله بكونه الحب هو حركة متدفقة نحو الآخر تؤكد ذاتها، حركة علاقة متبادلة عميقة جوه الجوهر الإلهي. الله ككائن ديناميكي يتفاعل مع الأقانيم في حركة حب حيث يوجد المحب والمحبوب. الله واحد لا نهائي غير محدود أزلي أبدي يحوي في داخله التنوع. الله هو متميز لا يقبل الانفصال ولا الامتزاج ولا التغيير. هو غير مادي لا أستطيع أن أتخيله. فتحت ليك أبواب قلبي يا رب، يا من تفتح أبواب السماء أمامي. أيها القدوس قدسني بروحك، أهلني للسكنة في جبل قدسك، ثبتني فيك أيها الصاعد إلى سماواتك، ارفع كياني لعرش نعبتك، اقبلني في موكب نصرتك فأعبر معك وبك الأبواب الدهرية. اسكب بهائك على نفسي فتصير ملكة وتصلح لمملكة. شكرا ليك يا رب، سمحت بفدائي، سمحت لي أسبحك، سمحت لي ألقاك وأشوفك وأدركك. إملاني بالمحبة فأنت وحدك عيدي، أنت وحدك فرحي. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإلهي القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك يا رب كل كرامة والسيادة والرئاسة والسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لك كل شيء يا إلهي العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.